هلا اذا نطلع البولز تبعت هذا السيستم عندي هون من هاي اذا اخذت اس او لامدا لامدا اي ماينس اي ديترمينانت بيساوي زيرو عندي بيطلع لامدا 1 لامدا 2 بتساوي حسب الارقام اللي عندي بتطلع 1.1 رادز بير مينيت و 0.09 رادز بير مينيت. مضبوط الرقمين اللي هي بتصير لو بدنا نطلع لامدا اي ماينس اي لامدا اي ماينس اي هي لامدا ماينس ماينس بلس 1 وعندي هون لامدا بلس 0.2 مضبوطة وهاي ماينس 1 وهاي ماينس 0.1 ناخذ الترمت ونساوي بزيرو. فهلا صاروا نسبة البولز ايش صاروا؟ تقريبا 1 ل 10 احسن ما كانت 1 ل 50 المرة الماضية. هدول التو بولز تبع السيستم.